مثلا امتحن، يعني انتوا مديين فرصة قد ايه في الوقت بقى؟ المواطن بقى اللي بيسمعنا يا دكتور عشماوي دلوقتي يقول يعني انا هقعد امتى هفضل اعيش في الرز الغالي ده لحد ما الدولة تستخدم ادواتها؟ يعني انتوا مديين التجار فرصة قد ايه في الزمنية؟ يعني في مهلة، يعني الحقيقة هيكون هناك اجتماع خلال هذا الأسبوع مع شعبة الحبوب عشان نضع إطار زمني للاتفاق، بحيث لو لم يتم الاتفاق على هذا الأمر سيتم زي ما ذكرنا إن احنا بأنفسنا يعني نقوم بهذا الأمر من خلال أدوات وآليات السوق، وهذا مسموح به حتى طبعا في الـ يعني ما بتكلم على الاقتصاديات الحرة، إنك أنت صح حضرتك تستخدمي أدواتك وآلياتك، وممكن إنك أنت في وقت الأزمات تضعي أسعار استرشادية لتداول بعض السلع وزيادة حجم المعروض من خلال أدوات وآليات السوق. شكرا دكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية.